يقول فضيلة الشيخ أبو ريان: نحن في مدرسة ثانوية ويبعد عنا المسجد الخاص بالحي حوالي 200 متر، ونحن نصلي داخل المدرسة بالمصلى الخاص في فناء المدرسة. السؤال: هل نؤذن للصلاة أم نكتفي بأذان المسجد الذي قد لا نسمعه لكبر المدرسة؟ إذا خرجتم من المسجد يحصل يعني خلل في طلاب ويتفرقون فتريدون أن تضبطوهم صلون في المدرسة، لا بأس بذلك، والأذان يكفي أذان المساجد التي حولكم، وإذا أذنتم فلا بأس بذلك، لكن لا يكون بصوت مرتفع يشبه المساجد. نعم.